مساء السعادة مشاهدين ساعة مع نيبال. يا ترى هنتكلم في ايه النهاردة؟ سكوت في ساعة جديدة من ساعات ساعة مع نيبال. انتظرونا. لو كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. زمان كانوا بيقولولنا إن السكوت علامة رضا، لكن يا ترى في كل الأوقات السكوت بيكون رضا؟ ما أعتقدش. ساعات بيبقى تعبير عن حاجات معينة جوانا، وساعات تانية بيكون هدف، لكن السكوت في كل الأوقات مش رضا. لما دايما بنقعد في المجالس والكل بيتكلم في نفس واحد وما انتش عارف تسمع مين ولا عارف تتابع موضوع مين ولا حد مدي فرصة لحد انه يتكلم، في وسط كل الهيصة دي تلاقي شخص قاعد بابتسامة وساكت. لو حد مركز شوية مع اللي قاعدين هيلفت انتباهه الشخص الساكت، هيقول يا ترى ده ساكت ليه؟ يا ترى عاجبه الكلام؟ يا ترى هو ما عندوش حاجة يقولها؟ ولا يا ترى من كتر ما اللي قدامه بيقوله حاجة مفيدة قوي هو ساكت؟ أصل هو مش فاهم إن في سكوت بيكون زهق. أصل الكلام اللي انت هتقوله للشخص مش هيغير حاجة، كل اللي هيحصل ان انت هتبذل مجهود وهتضيع من وقتك وبرضه مش هيغير حاجة، وده اللي بيحصل في كل المجالس. في ناس بتتكلم لمجرد الكلام لدرجة انها ما بتاخدش نفس بين الكلمة والكلمة، وساعات كتير ما بنبقاش عارفين اصلا نتابع مين من كتر ما كل واحد بيقاطع التاني، او ان القعده تتقلب لمشاكل لان كل واحد معترض على كلام التاني ومش عايز يسمع عشان هو ابو العريف اللي فاهم كل حاجه وعارف كل حاجه. ده حتى في ناس ما بتقدرش تكمل جملة مفيدة، وعشان كده بتلاقي في إنسان دايما ساكت، بس سكوته مش بيكون رضا، سكوته زهق. زهق من الكلام اللي بيتعاد، من الكلام اللي ما بيتاخدش بينه أنفاس، من الكلام اللي ملوش قيمة وتضييع للوقت. وفي الحالة دي هو بيفضل إنه هو يكون ساكت لأنه عارف
إن الكلام اللي هيقوله للشخص مش هيغير حاجة. شفتوا بقى إن الكلام كتير ممكن يوصل الأشخاص اللي حواليك لإيه؟ يعني السكوت في أوقات كتير بيكون عدم رضا، وبيبقى معاه ابتسامة بتحمل معاني معينة مش أي حد بيقدر يفهمها ولا يستوعبها ولا يفهم إن السكوت زهق. إيه رأيكم أطلع فاصل ونرجع نشوف موضوع السكوت؟ احنا مش مركز طبي ولا مستشفى، احنا سيبال، افضل منتجع صحي نسائي في مصر بشهادة العملاء وتقييم الخبراء. سيبال يعني تعقيم شامل وخصوصية كاملة واحترافية بخبرة عالية. سيبال يعني ثقافات بجنسيات مختلفة وخبراء تم اختيارهم بعناية متناهية. سيبال يعني تجهيز العرائس، المساج العلاجي والحجامة مع دكتورة متخصصة، وتنسيق القوام وتوزيع الدهون بمساج السيلوليت للقضاء على الخطوط البيضاء وعلامات تمدد الجلد بعد الولادة، وجميع أنواع الحمامات التجميلية. سيبال يعني بشرة نضرة بدون تجاعيد بجهاز الهايفو وتقليل آلام العضلات وتعزيز عمل جهاز المناعة. سيبال يعني علاج الشعر بالبوتوكس وبروتين العسل. إحنا رقم واحد في مصر. السكوت بيكون زهد. احنا دايما بنفتكر ان الزهد ان احنا ان الانسان الزاهد بيعتزل الحياة، لكن معنى الزهد حاجة تانية. الزهد ان العقل والقلب بيبقى متعلق برب العالمين، يعني لو انسان عنده علم هو بيفيد بيه المجتمع، مش المقصود منه ان يحصل بيه على شهرة. ده مثل. برضو في السكوت في زهد، زهد في اللي هتوجه له الكلام. السكوت تعبير وزهد من أحداث كتيرة بنمر بيها، أفكار خايبة، معلومات مش مظبوطة، أحداث ملناش دعوة بيها عمالة تتصدر لعقولنا وتتصدر لينا وتضيع من وقتنا كتير وكتير. السكوت زهد. من الفتاوى اللي كل شوية بتطلع وتودي عقولنا يمين وشمال وما احناش عارفين نمشي فين ولا نعمل ايه. زهد من رجال الدين اللي بيتعاركم قدامنا وصدرونا، مش كلهم طبعا، جزء كبير من أفكار خلتنا منقسمين، خلتنا طوائف، خلتنا أحزاب، حاجات كتير زهدناها لأننا مش لاقيين تعليق عليها. زهدنا الصراعات اللي خلقوها في كل قضية بنمر بيها في حياتنا. اوعى تفتكروا انه ضعف او قلة حيلة، ابدا. كل الحكاية إن زي ما قلت لكم إن الإنسان اللي بيزهد
الأشياء قلبه وعقله متعلق بربنا، وصل لمرحلة من الفكر والرقي إنه ما يردش على المهاترات اللي ملهاش قيمة وملهاش فايدة، اختار إنه يسكت. الكلام الكتير بيعمل فينا حاجات كتير، بيوقف عقولنا وفكرنا، بيعمل قسوة في قلوبنا، بيخلينا مش قادرين نفكر بشكل سليم. عشان كده بيحصل سكوت. سكوت هو الرد على كل فعل مش بيحترم العقل ومش بيحترم تفكيرنا، مش بيحترم ديننا ولا قيمنا ولا مبادئنا. وزهدنا الكلام، زهدنا حتى التعليق على الأمور دي. شفتوا بقى إن السكوت في منه أنواع؟ شفتوا بقى إن مش كل وقت السكوت بيكون علامة رضا؟ يعني السكوت ممكن يبقى زهق وممكن يبقى زهد. شفتم إن السكوت الإنسان مع ابتسامة في كل موقف بتكون بملامح وبإحساس مختلف، مش معناه إني موافق على اللي أنت بتقوله، ومش معناه إنك صح. ساعات ببقى عارف إن اللي هقوله مش هيقدم ولا هيأخر، فعقلي بيقولي إني أسكت. الكلام بنستخدمه وكأنه سباق، مين فينا هيتكلم أكتر، مين فينا هيقول أكتر، وكأننا داخلين مسابقة مع بعض. ومن كتر الكلام بقى كلام مش محسوم، وبقى مش محسوب، ومبقاش له ميزان. بقى كل الهدف منه إن أنا أتكلم وخلاص. طب فين قيمة اللي بتقوله؟ طب فين قيمة اللي بتقدمه؟ مش مشكلة. عشان كده الناس اللي قدروا يعملوا نهضة في تفكيرهم وفي عقولهم لجأوا للسكوت، بس سكوت زهق وزهد. مش بس كده، في أنواع تانية كمان من السكوت. في سكوت بيكون نوع من الصبر. ممكن وإحنا قاعدين قاعدة أو مجلس من المجالس، وفجأة ست قالت كلمة، واحدة تانية ردت عليها بشكل معين، زوجها بدأ يهاجمها، حصلت خناقة كبيرة وحكاية، والراجل هنا فضل يعلي صوته ويهاجم مراته ويقول، والست قاعدة وساكتة، بس ساكتة برضو مع ابتسامة. زي ما قلنا كل نوع من أنواع السكوت له ملامح مختلفة، والناس حواليها مستغربة إزاي يهاجمها الهجوم ده، وإزاي صوته يعلى عليها، وإزاي يتصرف التصرفات دي وهي ساكتة. أصلهم مش فاهمين إن في سكوت بيكون صبر. صبر في عشم، في عشم إن يتبدل الحال. في ممكن سكوت يكون صبر. آه، هل هي ما تقدرش ترد عليه؟ هل هي ما تقدرش تدافع عن نفسها؟ لكن في عشم، في عشم، في عشم جواها إن يتبدل الحال. يعني السكوت ساعات كتير بيكون مصلحة للشخص، مش ضعف منه ولا إنه مش قادر
إنه يرد على اللي قدامه أو لأن اللي قدامه عنده حق. لو دورنا على نسبة الطلاق اللي عمالة تحصل في المجتمع كل شوية عشان بيتكلموا ومحدش فيهم بيسكت، لو كانوا محطوا عشم إن ممكن يتبدل الحال ما كانوش قفلوا الأبواب، كانوا وربوها إن في رجعة تاني ممكن تحصل. فلو ما سكتناش هنخسر بعض العمر كله. مش بس كده، في كمان سكوت أصل. السكوت الأصل بيظهر جدا بين الأصحاب، بين الصداقات، وطبعا احنا في مجتمعاتنا لما بنعرف حد ونقرب منه بنخلي البساط أحمدي، وبيتي وبيتك بقى واحد، أسراري وأسرارك عند بعض، والست بتخرج كل أسرار بيتها، والراجل كمان بيعمل كده، والبيتين اتفتحوا على بعض. تحصل المشكلة وده وارد، وهنا بقى يظهر الكلام، كل الحكايات وكل الأمور اللي على البيت بتخرج، والناس اللي عرفوا بعض بيعايروا بعض بأسرار بعض اللي ادوها لبعض. ما هو لو فهموا من الأساس إن للبيوت أسرار وإن في حدود، مهما كنت بحبك وبتحبني، ولو أنت عرفتي إن اللي بينك وبين جوزك مفيش حد يطلع عليه إلا رب العالمين، مهما كانت أخوتك وصحبتك وحبيبتك، عمرك ما هتغلطي في جوزك ولا تطلعي سر من أسراره. والراجل نفس الكلام. لكن ده اللي بيحصل، وبيحصل ليه؟ من الكلام، من الكلام، عشان عايزين نتكلم وخلاص. لما يحصل الخلاف في طرف، وده قليل جدا طبعا اللي بيعمل ده، بيسكت، التاني عمال يخبط فيه ويطلع أسراره ويقول له حكاياته، وأنا سطرت عليه وأنا عملت وأنا سويت وأنا كذا، والتاني ساكت. فيسألوه، يقولوا له أنت ساكت ليه؟ يقولوا له ليه مش بتدافع عن نفسك ولا بتتكلم؟ يقول أصل في السكوت أصل، والكلام اللي هوجهه للشخص اللي قدامي هيوجعه، وأنا عامل حساب الرجعة، لأن ممكن في يوم من الأيام نرجع. وده بيظهر قوي قوي بين الراجل والست في أي مشكلة بتحصل بينهم، وإن كل واحد يهون عليه العشرة ويهون عليه السنين، وبسهولة يغلط في اللي قدامه. وهنا الرجوع بيكون بشرخ، وبيكون في وجع ما بيتنساش. يعني السكوت أصل، يعني السكوت زهد، يعني السكوت زهق، يعني السكوت صبر. يا ترى احنا فاهمين معنى السكوت؟ يا ترى احنا متخيلين لو احنا سكتنا وتعلمنا السكوت في امور كتير في حياتنا، حياتنا هتتغير ازاي؟ المشاكل هتتعالج ازاي؟ ساعات كتير الكلام بيكون سبب الكارثة، وسبب إن المشكلة بتكبر وإن الأزمة بتكبر.
يمكن لو كنا سكتنا وخدنا هدنة، سواء كان في مشكلة عائلية أو بين أخ وأخت أو بين ست وجوزها أو بين أب وابن أو أم وبنت، كان ممكن حاجات كتير تختلف. كان ممكن المشاكل دي تبقى ولا حاجة وما تاخدش الاتجاهات اللي بتاخدها دلوقتي، لكن كتر الكلام والقيل والقال هو اللي وصلنا لكل الصراعات وكل الحكايات اللي بتتحكي دلوقتي. يا ترى بقى بعد اللي أنا بقوله، السكوت في كل الأوقات بيكون رضا؟ ما أعتقدش. أوقات كتير بنسكت لأن شايفين إن أفضل حاجة نعملها إن إحنا نسكت. انتبهوا، انتبهوا لسكوت الأفراد اللي حواليكم. مش ضعف منهم ولا إنهم مش قادرين يقفوا قدامكم أو يردوا عليكم، بس زي ما قلت في البداية إنهم وصلوا لمرحلة من الفكر والتدبر والتعلق بربنا خلاهم في حتة تانية، خلاهم يعرفوا إمتى يتكلموا وإمتى يسكتوا، يعرفوا إمتى إن الكلمة لها قيمة وإمتى تتقال وإمتى ما تتقالش. معايا أسماء من القاهرة. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا يا أسماء، اتفضلي. أهلا بيك. أنا دلوقتي معايا مشكلة مع جوزي. اتفضلي. ممكن ثواني بس أوصل حاجة. اتفضلي حبيبتي. مش هزة. أنا مش سامعاكي. أسماء؟ ألو؟ ألو؟ سامعاني؟ أيوة حبيبتي اتفضلي. مشكلة مع جوزي اللي هو مدخل مامته في كل حياتي والدنيا قايمة ومش أهلة. المشكلة إيه مع جوزك؟ مش سامعة حبيبتي. أنا بقالي سنة متجوزة. تمام. وحملت وما حصلش نصيب، كل شويه سقط ما بيحصلش نصيب بيضربني، وفي مشكله حاصله بيني وما بينه، مش عارفين. سامعني؟ ماشي تمام. يعني انت متجوزه من سنه وكنت حامل وحصل اجهاض مرتين. ايه بقى المشكله بالظبط؟ المشكله اللي هو ما بيحصل ما بيني وما بينه مشكله، يروح يحكي لاهلي ويطلعني انا اللي غلطانه، ومثلا لو حكيت له على حاجه مثلا ما بيني وما بين اهلي هنا مثلا، يروح مثلا يقول لمامته اللي بتحكي بتقول اسرار بيت مامتها مش عارف ايه كده، فانا مش عارفه اعمل ايه وهم جايين، ومش عارفه بقى الدنيا، هو مش عارفه هيجي يرجعني ولا لا، الدنيا هنا ايوه مش عارفه. انت عايزه ايه؟ انا عايزه ارجع، انا عايزه اعيش، هو مش عايز، مش ايه، انا عايزه اعيش في بيتي ومستقره، ومش عايزه يدخل هو حياه اهله في حياتي. انت يا اسماء بتسكتي ولا بتتكلمي ولا بتتكلمي معاه لوحدكم وبتاخدي وتدي معاه في الكلام؟ انا بتكلم معاه واقول له ما ينفعش انت بتعمله ده مثلا، مش كل حاجه تقولها لاهلك، اني ما بتكلمش. يعني هو بيقول لك لا انا ما بتكلمش؟ طب اسمعي ردي، اسمعي ردي. شكرا. موضوع اللي قالته اسماء دلوقتي له علاقه بالموضوع بتاعنا اللي احنا اتكلمنا فيه من شويه، ان السكوت ساعات كتير بيكون صبر زي ما احنا قلنا، وساعات بيكون زهق وزهد. نفسي افهم يعني ايه راجل وست
يسمحوا لنفسهم ان هم يخرجوا اسرار بيتهم للناس اللي بره. يعني ايه انت ولا هو بتسمحوا لنفسكم ان انتوا تغلطوا في بعض وترجعوا تاني تعيشوا مع بعض؟ هو الزوج مش فاهم انه ما ينفعش يروح يشتكي زوجته عند اهله؟ مش ده الدين؟ ولا احنا الدين بس بنطلع نقوله بس في خطوط عريضة، بنطلع بس في النقد للناس وان احنا نهين الناس بكلامنا والتعليقات اللي بنقعد نكتبها لبعض يعني من غير رحمة، مش نطبقها في بيوتنا؟ مش ربنا قال لنا ورسولنا علمنا ان البيت ده مسكن؟ هل من الذكاء ان انت تروح تشتكي مراتك لاهلك؟ انت عارف انت بتعمل ايه؟ انت بتخليهم يبصلها بشكل مش سليم. دي مراتك، ام ولادك. ايه الفايده من الكلام ده؟ ايه الفايده ان انت تروح تتكلم على مراتك وحش وتخلي امك ما تحبهاش واخواتك، وتبقى فريسة سهلة للنقد والكلام اللي ملوش لازمة؟ خالد من سوهاج. أيوة خالد. أيوة حضرتك يا فندم. اتفضل اتفضل. والله أنا عندي مشكلة حضرتك. اتفضل. ان انا كنت متجوز ليا 22 سنه وحصلت مشكله بيني انا ومراتي بسبب جواز بنتي وانفصلنا، وانا ما كنتش راضي عن الجوازه وهي كملت الجوازه وكتبت لها. هل عايز انا اعرف دلوقتي هل انا على حق ولا على باطل ان انا فقط؟ يعني ايه يا خالد ما كنتش راضي عن الجوازه؟ المستوى التعليمي، وهي واخده كليه وهو اصلا مؤهله دبلوم، يعني كده، وهو اصلا مستوى المعيشه مش زي مستوى المعيشه بتاعي، وحياته مش زي حياتي يعني، ومفيش تكافؤ في العلم. دي يا خالد كانت زوجتك صح؟ اه حضرتك يا خالد. طيب وانت قبل الجواز يا خالد ما كنتش شايف كل ده؟ يعني لما اسمع من واحده من البنت مثلا ان هي ما كانتش راضيه عن الجواز، فممكن اقول ان اهلها رغموها، لكن لما انت راجل وتقول لي انا مش يعني مش ما كنتش راضي عن الجواز او ما كانش ليا رغبه، ازاي؟ لا انا بتكلم عن بنت حضرتك مش على مش بنتك. اه تمام. اه حضرتك بنتي، انا بنتي في كليه تربيه قسم لغه عربيه. تمام. وحضرتك انا حصلت مشكله بيني وبينها ان انا رفضت الجوازه دي. اه. وبعد فتره سبت البيت، وبعد ما سبت البيت اضطريت طبعا ان انا بعت لها واحل. ما توصلتش معاهم لحل. اه. وفي الاخر رفعت قضيه في المحكمه واتطلقت. انا عايز اعرف بيني ما بين ربنا، هل انا ظلمتها كده؟ والله هو الخطا من الاول، وهو ده اللي احنا بننادي بيه وبنقوله، ان يا جماعه الاختيار من البدايه هو المهم. البحث والوخد وان احنا ناخد الوقت الكافي في دراسة الشخص اللي قدامنا ده مهم. يعني انا ما شفتش بنت وقفت قدام اهلها بكل النماذج اللي شفتها في الحياة وكان زيجاتها يعني الزيجات دي كانت ناجحة. اما حته الحلال والحرام فهي مش بتاعه ساعه مع نبال، لان احنا بنتكلم في موضوع اجتماعي، يعني ممكن نقول الراي من وجهه نظرنا ان في غلط من الاساس، مفيش تكافؤ اجتماعي، مفيش يعني ده من بيئه وده من بيئه، والبيئه دي مش متقاربه مع البيئه الثانيه، والبنت يعني انا مش فاهمه بناتنا بيعملوا في نفسهم كده ليه؟ يعني انا مش عارفه. يعني الاختيار يا جماعه مهم، اختيار الزوج مهم،
كل المشاكل اللي بتحصل دلوقتي في المجتمع أساسها يعني في الأساس الاختيار. بقيت لو هنكمل موضوع السكوت، عايزة أقول إن فيه سكوت انتقام، وجديدة سكوت انتقام دي عارفين بيجي من إيه؟ بتحصل كارثة. الأحوال اللي احنا بنمر بيها معظم الأزواج حصل تأثير في أعمالهم، وبالتالي رزقهم بيختلف، والست هنا بتكون أقوى، وفي أي مشكلة بيحصل بينها بتحصل بينها وبين جوزها بتقف قدامه وتقول له أنا بصرف، أنا اللي بجيب الفلوس، أنا اللي مفتحة البيت، مع إن المفروض إن ده أمر طبيعي إن جدعانة منها لأنها بنت أصول لظروف معينة الزوج بيمر بيها، ويفضل ضغط على الزوج بشكل قوي جدا. إيه اللي ينتج عليه؟ إن الزوج الراجل تركته غير الست، وبيفضل يحط ده جوه نفسه لغاية ما تيجي اللحظة الحاسمة. معايا أحمد من اسكندرية. أحمد؟ أي يا فندم اتفضل. ألو. أيوة يا أحمد اتفضل. معاك يا أحمد، شكرا، يا ريت تتصل بينا تاني. يجي بقى اللحظة اللي الراجل يستعيد فيها قوته وأوضاعه تتحسن ودنيته تبقى تمام، وهنا بيحصل الانتقام. الانتقام اللي احنا بنشوفه في الحكايات وفي القصص اللي احنا بنسمعها، وهي تطلع وتقول بعد ما وقفت جنبه وبعد ما عملت له وبعد ما سويت وبعد 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 طردني، اتجوز عليا، عرف عليا ست، مش بيديني فلوس. لو هو مش من أصل هينتقم منك، لأنك جرحتيه، وجرح مش عادي، ومش عادي على أي راجل إن يحس بالعجز أو يحس إنه مش قادر. أنا بتكلم عن الناس السويين الطبيعيين، ودي مرحلة بتحصل في القصص والحكايات اللي بنسمعها، ونقعد نبقى مش مصدقين نفسنا ان الرجالة بيعملوا كده في الستات، مع ان الستات كان ليهم اليد من الاساس، لانهم مسكتوش. لو كانوا سكتم، لو كانوا خدوا هدنة شوية، لو كانوا راعوا الظروف النفسية اللي الشخص اللي قدامهم فيها، اعتقد كانت الدنيا اختلفت والحياة اختلفت. السكوت كتير جدا بيحل مشاكل كتير من غير ما نحس. السكوت شياكة، شياكة، وساعات كتير بيكون أبرق من ألف كلمة. يا ترى خدناها دي وتعلمناها؟ يعني من الأول والآخر السكوت بيكون زهق أو زهد أو صبر أو شياكة. السكوت حل لكل المشاكل، حل لأزمة الطلاق، حل للمشاكل بيننا وبين بعض. في حكمة بتقول عشان تستمر الحياة ما تدققش في كل حاجة، وما تحللش كل حاجة، وما تفسرش كل حاجة. اسمع
وابتسم واعمل نفسك مش واخد بالك، ده الحل للحياة. لسه الفرصة قدامنا، دعوة للحياة في ساعة مع نبال.